قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. كشفت صحيفة الشارع اليمنية على لسان مصدر عسكري يمني وصفته بالرفيع عن وجود عسكريين أمريكيين يشرفون حالياً على تدريب نحو 1000 جندي يمني تم تجنيدهم مؤخراً لنقلهم إلى الأردن تمهيداً لدخولهم الأراضي السورية للقتال ضد الشعب السوري الذي تقود أمريكا والسعودية حملة عالمية إقليمية ضده عبر ميليشيات جهادية تتبع جماعات إسلامية على حد تعبير الصحيفة. صحيفة الشارع نقلت عن المصدر العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الولايات المتحدة أوعزت إلى الرئيس اليمني في وقت سابق وبشكل سري بضرورة تجهيز كتيبة عسكرية من الجيش اليمني مكونة من 1000 جندي يجري حالياً إعادة تأهيلها تدريباً بإشراف عسكريين أمريكيين. وأضاف المصدر أنه تم تدريب أفراد هذه الكتيبة تدريباً عالياً في عدد من المواقع العسكرية في العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن عملية التدريب بدأت في 13 من حزيران يونيو 2013، وتم تجهيز هؤلاء الجنود عبر قيادي عسكري رفيع له علاقة بالجماعات الإسلامية، في إشارة إلى اللواء علي محسن الأحمر الذي عين مؤخراً مستشاراً عسكرياً للرئيس اليمني عبد ربه هادي. وأوضحت المصادر أن أهم أماكن تدريب هذه الكتيبة هو معسكر ريما حميد وميدان ضرب النار في القوات الخاصة وميادين تدريب القوات الخاصة، فيما تتم المحاضرات النظرية في جهاز الأمن القومي أو في فندق شيراتون الذي يسيطر عليه جنود المارينز الأمريكيين منذ أكثر من عام. كما كشفت الصحيفة اليمنية عن قيام خبراء عسكريين أمريكيين وبريطانيين منذ أسبوع بعملية تدريب واسعة لأفراد من جهاز الأمن القومي اليمني، وأوضحت أن التدريب يأتي ضمن خطة أمنية موسعة لتفعيل دور جهاز الأمن القومي، مشيرة إلى أن التدريب يشتمل على تدريب خلايا مصغرة سيتم توزيعها على عدد من المحافظات اليمنية. وكانت تقارير صحفية سابقة تحدثت عن وصول أكثر من 1500 جندي أمريكي إلى قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج جنوبي اليمن بشكل سري وهم يحملون أسلحة حديثة ومتنوعة. قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسماً بذاك ونحن الصادقون.